الفيديو ده هتكلم عن الألعاب اللي شبه جي تي اي 5 سواء في العالم المفتوح أو التصويب أو في سرقة العربيات والبنوك. يلا بينا نبدأ وأهلا بيكم في جيم كوم. Red Dead Redemption 2 كان لازم طبعا نحطها في الليستة بالرغم من ان احداثها بتحصل في اوائل القرن العشرين، الا ان Red Dead Redemption 2 شبه جي تي اي 5 في حاجات كتير. بدل ما تسرق عربيات بتسرق احصنة، خاصية الديد اي اللي بتبطئ الزمن عشان يبقى ليك الافضلية على اعدائك شبه قدرة مايكل الخاصة اللي برضو بتعمل نفس الكلام، وطبعا عالم مفتوح ضخم وواسع جدا، ده غير ان فيها حاجات مختلفة زي رمي الحبال عشان تربط الناس. فنقدر نقول على Red Dead Redemption 2 انها جي تي اي بس بالاحصنة. Watch Dogs 2 الجزء الاول من اللعبه كان فيه كم مشكله، منها شخصيه ايدن بيرس الممله والداون جريد اللي حصل للعبه بعد ما كانت ظهرت بشكل تاني قبل كده في مؤتمر اي 3، لكن شركه يوبي سوفت شافت حل المشاكل دي وحاولت تصلحها في الجزء التاني. اللعبه زي جي تي اف مدينه في العصر الحالي، لكن بما اننا بنتحكم المره دي بهاكر ففي قدره اختراق حاجات زي كاميرات المراقبه واستغلالها لصالحنا، وبرضه تم اضافه عنصر الباركور عشان نعرف نتحرك بسهوله، واللعبه كمان معتمده على عنصر التسلل بشكل كبير. فلو عجبتك مهمه لايف انفيدر بتاعه جي تي اي 5 فلعبه واتش دوكس 2 هي الاختيار المناسب. Saints Row the Third سلسلة Saints Row ابتدت في الأول كتقليد واضح لألعاب GTA، بالذات GTA San Andreas، لأن Saints Row ركزت على عنصر العصابات بشكل كبير، لكن المطورين جم على ثالث جزء وقالوا كفاية غم ووجع قلب وقرروا يتجهوا للتفاهة. اللعبة زي جي تي اي بتحصل في مدينة وبتلعب بفرد من عصابة ذا سينس، بس المختلف فيها انها مش واخدة نفسها بجدية اطلاقا، يعني في اول مهمة مثلا بتلعب بالعصابة وهي بتسرق بنك وهي لابسة بدل برؤوس كبيرة، ممكن تضرب الناس في المدينة بحركات مصارعة المحترفين. فبالرغم من انها شبه جي تي اي في حاجات الا انها تميزت عنها في حاجات تانية، وهيبقى ليها نسخة على نينتندو سويتش هتصدر في 2019. Just Cause 4 في اللعبة دي انت بتلعب بريكو رودريجيز جندي في منظمة The Agency، والمرة دي بيروح دولة خيالية في امريكا الجنوبية اسمها سولس، وخريطة اللعبة تعتبر اكبر خريطة في السلسلة لحد دلوقتي، وهدف ريكو انه يجمع جيش عشان يقضي على عصابة المرتزقة اللي اسمها بلاك هاند. واللعبة شبه جي تي اي ان عالمها كبير ومفتوح وبتقدر تنتقل خلاله عن طريق ركوب اي عربية او طيارة تتخيلها، لكن متميزة عنها في ان ريكو معاه بدلة فيها اجنحة بتسمح له بالطيران ومعاه حبل بيقدر يوصل بيه لاي مكان. ياكوزا زيرو من الحاجات اللي بتميز جي تي اي هي انها بتحاول بقدر الامكان تدي حياه لعالم اللعبه بتاعها، وده اللي بتعمله لعبه ياكوزا زيرو برضو. فزي ما جي تي اي فيها تنس ويوجا، لعبه ياكوزا فيها حفلات كاريوكي، بلياردو، راس وبولينج، ده غير اهتمامها شديد بالقصه والشخصيات. فبرغم من ان ما عندهاش مهمات جانبيه كتير زي اللي موجوده في جي تي اي، الا ان المهمات الجانبيه اللي موجوده فيها معموله بجوده عاليه جدا. سليبينج دوجز اللعبة بتدور أحداثها في هونج كونج، وعلى عكس جي تي اي اللي عادة بنلعب فيها بمجرمين، المرة دي بنتحكم بشرطي متخفي اسمه واي تشين اللي في مهمة بيحاول انه يقضي فيها على الجريمة المنظمة. اللعبة بتركز بشكل كبير على الفنون القتالية لدرجة انها بتحسسك انك بتتفرج على فيلم لبروس لي، وبضغطات زراير في الوقت الصح ممكن تضرب الأعداء بطريقة سينمائية. اللعبة صدرت في الأصل في 2012 بس بعد كده صدرت ليها نسخة تانية محدثة باسم ديفينيتيف إديشن. مافيا 3 احداث اللعبه بتحصل في نيو بوردو، مدينه خياليه شبه نيو اورلينز في الستينات، وبتحكي قصه لينكولن كلاي اللي راجع من حرب فيتنام عشان ينتقم من العصابات التانيه ويسيطر على المدينه. اللعبه مهتمه بالقصه بشكل كبير وده ظهر في قوه الشخصيات. اللعبه بتحصل في عالم مفتوح وفيها مهمات معتمده على التسلل زي ما في مهمات معتمده على التصويب، ولو انت لعبت الجزء اللي فات ففيتو سكيليتا بطل مافيا 2 هتلاقيه موجود في الجزء ده. بايداي 2 لو انت حبيت مهمات سرقه البنوك والهايست اللي كانت موجوده في جي تي اي 4 وجي تي اي 5 فانت محتاج تبص بصه على باي داي 2. برغم ان ما فيهاش عالم مفتوح تتجول فيه براحتك او قصه تعيش فيها مع شخصيات، الا انها ركزت جامد على سرقه البنوك والمهمات الجماعيه اللي ممكن تلعبها سواء مع صحابك او ناس اونلاين، ومحتاجين تخططوا مع بعض وتعملوا الخطه المناسبه عشان تعرفوا تسرقوا البنك بكل نجاح. The Simpsons Hit and Run طبعا اخر حاجه تتوقعها هي ان لعبه فيها شخصيات ذا سيمسونز تبقى شبه لعبه بحجم جي تي اي والجرايم اللي بتحصل فيها، بس لعبه ذا سيمسونز هيت اند ران اللي نزلت في 2003 كانت شبه جي تي اي في حاجات كتير، لان عالمها مفتوح ممكن تتجول براحتك في مدينه سبرينغفيلد وتعمل المهمات المختلفه سواء في القصه او جانبيه، وممكن تركب كذا عربيه مختلفه توصل بيهم المكان اللي انت عايزه. فلو انت من محبي المسلسل فانت محتاج تبص بص على اللعبه دي، ده اذا عرفت تلاقيها اصلا لانها قديمه جدا. بولي اللعبة دي ممكن تتسمى بجي تي اي النسخة المدرسية، هتلاقي فيها بدل المدينة مدرسة، وبدل البوليس هتلاقي مدرسين، وبدل العصابات هتلاقي جماعات من الصحاب، وبدل المواطنين هتلاقي تلاميذ.
وبدل ما كنت بتلعب بمجرم وحرامي زي ما كنت بتعمل في جي تي اي، هنا انت بتلعب بتلميذ متنمر اسمه جيمي هوبكنز. اسلحتك النبلة والطفاية، وممكن تستخدم البيض كأنه قنابل، وممكن تستخدم العجلة واتوبيس المدرسة عشان تنتقل في عالم اللعبة. وطبعا في مهمات جانبية في اللعبة زي انك تلعب بوكسينج وانك تعمل سباقات بالعجلة. دي كانت الالعاب اللي شبه جي تي اي في طريقة اللعب. اكتبوا في التعليقات تحت لو في اي العاب نسيناها. كان معاكم لويجي، وما تنسوش تشتركوا في قناة رقمي تي في.